اخر اخبار الاهلي على السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي، وبالتالي امور اكيد غايه في الاهميه بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، ويعني اخبار مهمه. وبالتحديد انا عايز اركز على الكلام عن مباراه بيراميدز، لان هي المقبله دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي. المباراه اللي جايه على طول هي مباراه بيراميدز، فكل الاستعدادات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي بخصوص هذه المباراه لازم نكون متابعينها لحظه بلحظه، ونتابع ونطمن جماهير النادي الاهلي بخصوصها. لكن هنا في الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر وبيتكلموا، بيقولوا ان الشناوي بانون يعودان لتشكيل الاهلي الاساسي امام بيراميدز. محمد الشناوي اكيد هيكون متواجد في تشكيله النادي الاهلي باذن الله في المباراه المقبله بعد انتهاء ايقافه. بدر بانون بعد معاناته من نزله برد كانت خفيفه، خلاص اللاعب بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. اطمننا النهارده ان هو يعني خاض التدريبات كلها بكل فقراتها بجاهزيه كامله وتم جدا، فبالتالي هيكون ان شاء الله كمان لائق ليخوض هذه المباراه الهامه امام بيراميدز بعد بكره باذن الله تعالى. اثنين عنصرين مهمين قوي قوي يرجحوا كفه النادي الاهلي ان شاء الله. خلينا كمان نروح لخبر اخر من المصري اليوم، والكلام عن موسيماني وان هو بيدرس اجراء تغييرات في تشكيل الاهلي امام بيراميدز. ده امر يعني اجتهاد من قبل الزملاء في المصري اليوم واللي نشروه طبعا على حسابهم على تويتر. أكيد مستر موسيماني ليه بعض الحسابات والرؤى الخاصة بخصوص هذه المواجهة تحديدا، كيفية مواجهة بيراميدز، كيفية التغلب على هذا الفريق القوي والعنيد. ممكن نلاقي تغييرات في التشكيل ربما، خصوصا ان انت عندك عمرو السولية خلاص ابتدى يخش في المباريات بشكل جيد بعد ما شارك في مباراة المقاولين وساهم في الانتصار. عندك كمان عودة بدر بانون، تواجد الشناوي، يعني ممكن نلاقي بعض الامور وتاكتكس ممكن يكون مختلف لمستر بيتسو موسيماني في هذه المباراة تحديدا. لكن خلينا ننتظر ونتابع، ده امر متروك، امر فني متروك لموسيماني واللي بنثق فيه بشكل كبير جدا. خلينا كمان نروح لخبر مهم من الواترن سبورت وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا فيه ايه؟ بيقولوا ان هم تواصلوا مع مصدر بلجنه الحكام وقال لهم ان طاقم تحكيم مصري لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز في بطوله الدوري. احنا عارفين ان نادي بيراميدز كان طلب ان هو يستقطب حكام اجانب لهذه المواجهه، وهو كان شايف ان الانسب مباراه الاهلي وبيراميدز ان هي يديرها حكام اجانب مش حكام مصريين. وجهه نظرهم وحقهم تماما ان هم يطلبوا امر خاص بهم، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي اكدوا واصروا على ان تكون مباريات القمة ما بين الاهلي والزمالك فقط لا غير يديرها حكام اجانب وليس حكام مصريين. بالتالي اللي هيدير مباراة بعد غد باذن الله تعالى هيكون طاقم تحكيم مصري بالكامل. بالمناسبة نتمنى للطاقم اللي هيدير هذه المباراة كل التوفيق، ونتمنى ليه كل التركيز، لان في الحقيقه التركيز قليل قوي عند حكامنا، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي كتير جدا. التركيز بيبقى قليل سواء حكم ساحه حكم فار، معرفش يعني هم لسه مش مدركين كيفيه التعامل مع التقنيه، مش مدركين مدى اهميه العوده لتقنيه الفار في بعض الحالات المهمه، معرفش ايه اللي ناقصهم في الحته دي تحديدا. لكن نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى في إدارة مباراة بيراميدز وفي مختلف المباريات كمان. بالتالي حساب المصري اليوم الرسمي على تويتر بيتكلموا وبيقولوا إن في مفاضلة، أو عفوا اليوم السابع مش المصري اليوم، حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا إن في مفاضلة بين جهاد جريشة ومحمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز. اثنين حكام كبار، ما فيش خلاف على الجزئية دي تحديدا. هنشوف هيتم الاستقرار على مين في حالة يعني الاسمين دول بس هم الاختيار ما بينهم لإدارة هذه المباراة. لكن الأهم برضو واللي لازم نركز عليه إن لازم يكون طاقم تحكيم دولي، ما نلاقيش حكم كان حكم كرة صلاة مثلا مش حكم دولي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الحكام في الحقيقة، ما نلاقيش حكم كرة شاطئية جاي يحكم مباراة كبيرة زي دي أو أي مباراة في بطولة الدوري، خصوصا المباريات الحاسمة والتقيلة اللي زي دي. فإحنا عايزين طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ويكون طاقم تحكيم عادل للفرقتين، وباذن الله الاهلي يكون افضل ويكسب هذه المباراه. هنتابع ونشوف. دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. هروح